تكيسات المبايض هو مرض منتشر بكثرة عند النساء، يخلي المرأة متقلقة برشا، دورة شهرية غير منتظمة، حب شباب، زيادة في الميزان، وينجم يأخر ويقلص في الخصوبة عند المرأة. هل تكيسات المبايض يمنع الحمل؟ ما هي الأدوية المستعملة؟ وقتاش نمشيو للمنظار؟ وهل أنه الحمية الغذائية عندها دور كبير في هذا المرض؟ تكيسات المبايض عند المرأة هو موضوع برنامج عيادة للجميع يوم الجمعة مباشرة على قناة حنا بعل. كونوا في الموعد.